مشاهدينا بحلقة يوم الخميس معي لليوم أنا وآسيا. مرحبا. مساء الخير يارا. مساء الخير مشاهدينا. وإلى العناوين. سوء الوضع المعيشي يدفع سكان دمشق إلى مغادرتها. ألمانيا تمدد تعليق طلبات اللجوء وسط انخفاض أعداد المرحلين. وما أهم الأطعمة التي يجب على المصاب بكورونا تناولها. سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام الأربعاء 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها تركزت في العاصمة دمشق، ليصل العدد الإجمالي إلى 1927 إصابة. بالفعل آسيا، وقالت الوزارة في بيانها أنه عدد أو أن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ 14 حالة، ليصبح العدد الكلي لحالات الشفاء 445، كما توفي 5 أشخاص مصابين بالفيروس بحسب البيان، ليرتفع عدد الوفيات إلى 78 شخصا. في ذات السياق، حيث أدى تدهور الوضع المعيشي المرافق لكورونا إلى تفكير بعض الأهالي بترك العاصمة. تفاصيل في هذا التقرير. ترك العاصمة لا جديد، وضع اقتصادي سيء يخيم على سكان دمشق، لكن المستجد في الموضوع هذه المرة هو قرار سكان دمشق مغادرتها، فلم يعد بمقدورهم تحمل هذا الوضع المخيم على المدينة مرافقاً لقلة فرص العمل وانتشار فيروس كورونا. جيب المواطن لم يعد يتحمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي وصلت نسبته لأكثر من 300% خلال سنة واحدة. المدخول لا يتناسب مع النفقات، هكذا يقول سكان دمشق لموقع تلفزيون سوريا، فتكاليف المعيشة للعائلة المكونة من 5 أشخاص تصل إلى 430,000 ليرة سورية مقابل راتب لا يتعدى 50,000، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المفتقرين للمواد الأساسية في البلاد بواقع 1,400,000 خلال 6 أشهر الماضية. النظام حاول جاهداً إعادة التوازن للليرة بعد تضررها بمقدار 121% خلال سنة واحدة بإجراء تعديلات على أسعار الصرف الرسمية وفرض تجديدات أمنية على مكاتب الصرافة وصولاً إلى رجال الأعمال والمقربين منه للدفاع عن سعر الليرة ودعمها أمام الدولار. محاولات لم تجد نفعاً، فسعر الليرة اليوم أمام الدولار تجاوز 2000، خاصة مع عجز النظام لسد رواتب موظفيه ووصول إجمالي الدين العام الداخلي في البلاد إلى 645 مليار ليرة، وتجاوز نسبة البطالة والفقر 80%. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مختار الإبراهيم، صحفي استقصائي. مساء الخير أستاذ مختار. بداية، ما هو السبب الرئيسي لقرار مغادرة المواطنين اليوم أو محاولتهم الخروج من دمشق؟ مساء الخير. أعتقد أن المدن الكبيرة في سوريا، دمشق وحلب وحمص واللاذقية، فقدت قيمتها كمدينة كبرى تستقطب الناس لخلق أو لإيجاد للبحث عن فرص عمل.
اليوم باتت المدن الكبيرة فقط تحمل هؤلاء الناس فقط أعباء إضافية، وهي أعباء الآجار، أعباء الحصول على مصادر الطاقة، الحصول على أي شيء يسندهم في حياتهم. الناس ذهبت إلى المدن الكبيرة أولا بسبب أن المناطق التي كانوا يعيشون بها تحولت إلى مناطق صراع في وقت ما، فذهبوا بحثا عن الأمان. هدمت أغلبها يعني. بالضبط، بعضهم هجر، بعضهم هدمت منازلهم وبحثوا عن أماكن جديدة. اليوم هؤلاء الناس هم من تغيرت أولوياتهم، فقد باتوا يبحثون عن أساسيات المعيشة. لم يعد بمقدورهم الآن تأمين أجار المنازل، وبالتالي من شأنهم أن يبحثوا عن العودة إلى مختار. تقصد أن الفئة التي تود المغادرة اليوم من دمشق، أو خلينا نقول مجبورة اليوم بمغادرة دمشق، هي الفئة التي أصلا مهجرة ولا حول لها ولا قوة وليس لديها أي مكان آخر، ولكن تقريبا نعم. ولكن ما هي المناطق الأفضل حالا اليوم ربما من العاصمة إذا فينا ننوه؟ لم هناك مناطق أفضل ومناطق أسوأ، المناطق كلها أشبه ببعضها، ولكن من خلال تواصلي مع بعض الزملاء والأصدقاء في دمشق ممن عادوا دير الزور المهدمة تقريبا، هم عادوا فقط لأنهم لم يعد بمقدورهم دفع أجار المنزل الذي يقطنون به في دمشق، وعادوا بحثا عن أي وسيلة للسكن هناك بعد أن تهدم منزلهم، ولكن ربما هناك فرصة للسكن في منزل أحد أصدقائهم الذين غادروا خارج القطر، وإذا الفرصة تبقى خارج المدن، خارج دمشق حصرا، أسهل في الحصول كيف على كيف أسهل يعني؟ ما هي الفرص التي تنتظرهم خارج دمشق؟ خارج دمشق هناك منازل، نتحدث عن 5 أو 6 مليون سوري غادروا القطر، وبالتالي منازل هؤلاء الناس جزء منها تهدم بالتأكيد، وجزء منها يصلح للسكن ولو جزئيا. اليوم حسب الدراسات الهندسة المعمارية والمدنية تقول أن 90% من المنازل لم تعد تصلح، ولكن الناس لا يأبهون لهذه الدراسات لأن من شأنهم فقط أن يجدوا أي سقف يحميهم وأن يباتوا. شكرا تمام. لك على كل هذه المعلومات، الصحفي الاستقصائي مختار الإبراهيم. شكرا لك. وإلى موضوعنا الآخر، تعرض 3 طلاب في جامعة حلب التابعة للنظام الاثنين الماضي للطرد من قبل أحد المراقبين في قاعة الامتحان بعد اعتراضهم على وجود طالب يشتبه بإصابته بفيروس كورونا في القاعة. نعم، وقالت مصادر لموقع تلفزيون سوريا إن المراقبة في كلية الحقوق بجامعة حلب طرد الطلاب بعد احتجاجهم على السماح للمريض بالدخول والاختلاط بالطلاب في الجامعة. وأوضحت أن المراقبة في القاعة سحب الأوراق الامتحانية من الطلاب 3 مع حرمانهم من تقديم المادة بشكل نهائي. يعني للأسف آسيا، ربما قبل فترة تناولنا هذا الموضوع وكان هناك سخط من قبل الطلاب لمجرد تقديمهم الامتحانات بهيك ظروف وعدم تأجيل امتحانات لفترة أخرى، ربما يعني ليتم السيطرة على الأقل على الوضع. خوف الطلاب اليوم مضاعف، يعني كأنه لا يكفيهم خوفهم من الامتحانات، ونحن نعلم كيف تكون الامتحانات في الداخل السوري، وكأنه يعني هنالك حاجة لضغوط إضافية. قلبنا معكم كل الطلاب وإن شاء الله بتتجاوزوا هالمرحلة. على كل حال، خبرنا الآخر، سجلت مناطق الشمال غربي سوريا الأربعاء 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد يومين كاملين من عدم تسجيل أي حالة. وقالت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة إن الحالات الجديدة ليست ضمن سلاسل العدوى الموجودة وغير مرتبطة ببعضها. وبحسب الشبكة أجري 58 فحصا جديدا في حلب وإدلب ليرتفع إجمالي التحاليل الجديدة إلى 4048. هذا وبدأت مديريات صحة حلب التابعة للحكومة المؤقتة حملة تعقيم واسعة بدعم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا. نعم آسيا، وبحسب المديرية ستشمل الحملة كافة مناطق ريف في حلب الشمالي، حيث تمت المباشرة في مدينة عزاز ومخيم باب السلام القديم والجديد. إلى ذلك، وقعت صحة حلب مذكرة تفاهم مع منظمة سراج الطبية لتشغيل مركزي عزل مجتمعي في كل من باتبو ودارة عزة في منطقة جبل سمعان بريف حلب الغربي.
في مناطق شمال شرق سوريا سجلت الإدارة الذاتية حالتي وفاة بفيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين بالفيروس إلى 280 حالة. وبحسب هيئة الصحة لدى الإدارة فإن حالتا الوفاة المسجلتان الأولى لامرأة في الستين من العمر من مدينة القامشلي، والثانية الحالة الثانية هي لرجل في السبعين من العمر من مدينة الحسكة، ليصل عدد الوفيات إلى 17 حالة. وفي سياق ذي صلة، قال مصدر طبي من داخل مشفى القامشلي لموقع تلفزيون سوريا إن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل المشفى ارتفع إلى 15 حالة، بينهم 3 أطباء. هون المشكلة أكبر، يعني إصابة الطاقم الطبي. وأضاف المصدر أن عدد المشتبه بإصابتهم بالفيروس وصل إلى 200 حالة. وبحسب المصدر فإن 5 أجهزة للتنفس الصناعي تعمل من أصل 8 فقط في مشفى القامشلي و3 في مشفى الحسكة، وغرف الحجر لا يمكنها استيعاب أكثر من 20 إصابة في مشفى القامشلي و10 أشخاص في مشفى الحسكة. يعني للأسف آسيا، بنعرف أنه هلأ منطقة أو محافظة الحسكة عندها أصلا أزمة اليوم بالمياه، فما بالك اليوم بانتشار هذا الوباء، قديش اليوم الأزمة مضاعفة والمشكلة أكبر بكثير. صحيح، نتمنى يعني أن توجد أي حلول حتى لو كانت عن طريق مبادرات فردية من الأهالي لتساعد الناس على إكمال حياتها بشكل على الأقل يعني طبيعي. بدأ نظام في إعادة ترميم وتأهيل بعض الخدمات العامة في كل من مناطق ريف إدلب الشرقي وحماتة الشمالي وأرياف حلب الشمالية والجنوبية والغربية ومنطقة الضواحي. نعم، وشكلت هذه الخطوة قلقا لدى المهاجرين من هذه المناطق لأنها قد تمنعهم من العودة لمنازلهم بعد استمرار سيطرة النظام على المنطقة على حد تعبيرهم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ريف حلب محمد نور، هو ناشط إعلامي. مرحبا بك أستاذ محمد. مساء الخير. مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. يعني قبل أن نتكلم بأي شيء، هل فعلا اليوم يملك النظام القدرة على إعادة تأهيل هذه المناطق وهو يتذرع بمشاكل اقتصادية وغيرها بباقي المناطق اللي تقع تحت سيطرته؟ نعم، يعني فعليا النظام لا يستطيع بين ليلة وضحاها أن يؤهل هذه المناطق جميعا، فهذه المناطق قد دمرها بشكل شبه كامل عبر الطائرات الروسية وأيضا المدفعية الثقيلة، ولكن في الآونة الأخيرة شهدنا حركة من تثبيت الشوارع فقط لا غير في مناطق تمت السيطرة عليها مؤخرا عقب الحملة العسكرية الروسية وقوات النظام الأخيرة على أرياف إدلب وحلب وحماة. وبالتالي هناك أولوية إذن لإعادة تأهيل هذه المناطق لأنها تقع بمنطقة استراتيجية بالنسبة له وهو طريق الأمفور. نعم، فعليا قوات النظام في هذه المناطق التي يعيد تأهيلها هو لا يعيد تأهيلها بشكل حرفي، حتى الآن هذه المناطق لا يوجد فيها مخبز. لا نعم، يوجد هو فيها يعيد تأهيل الخدمات العامة الأساسية فيها، فقط الطرقات كما شاهدنا في ريف حلب الشمالي تحديدا. ولكن هنالك نقطتين أساسيتين، النظام لا يستطيع أن يضع قرش واحد دون الاستفادة منه سواء عسكريا أو اقتصاديا. اللي شاهدنا في ريف حلب الشمال وتحديدا في بلدة حيان وحريثان، هذه المنطقة التي تقع بالقرب من بلدتين نبل والزهراء التي تكمن أهميتها العسكرية بالنسبة للميليشيات الإيرانية، فهي خزان بشري كبير ورفيد لجيشه المجرم. فعليا هذه المنطقة تحديدا شهدت فقط إعادة تثبيت هذه الطرقات وربط مدينة نبل والزهراء، مدينتين نبل والزهراء في مدينة حلب. أيضا نقطة مهمة، حتى النظام على هذه المناطق لا يملك سيطرة كاملة على هذه المنطقة، وبالأخص شاهدنا وكما نسمع من أحاديث الأهالي بالقرب من بلدة عنادان بريف حلب الشمالي. مدينة عنادان النظام لا له أي سيطرة عليها، إنما قامت الميليشيات المرتبطة في إيران بالسيطرة على مدينة عنادان
ومنع قوات النظام من الدخول والخروج إليها. أيضا مدينة عنتان التي تقع بين بلدتي نبل والزهراء وأيضا مدينة حلب حولتها الميليشيات الإيرانية إلى قاعدة لها في ريف حلب الشمالي، ويمنع منع بات دخول المدنيين إليها. في حال رغب أي مدني العودة إلى بيته أو منزله في مدينة عنتان لا يستطيع بسبب وجود الميليشيات الإيرانية. وقد سكنوا في هذه القرية، قام بعض العناصر بجلب عائلاتهم إلى بلدة عنتان. طيب هل صحيح إذن هو صحيح أنه أن النظام يحاول أو يعني يمكن بعض العائلات المؤيدة له من السكن والسيطرة ويسلم أمر بعض البلدات لها؟ نعم، يعني النظام عبر هذه السياسة التفرقة بين أهالي البلدة الواحدة القرية الواحدة، كما شاهدنا في بلدة حلب حيان مكن عائلة هي موالية لقوات النظام، عائلة البد، سابقا كان لها هنالك تنافس وصراع مع عائلة أخرى انضمت إلى الثورة وهي عائلة أوثو. لذلك هذا التنافس خلق جو من يريد السيطرة على بلدة حيان. سابقا كأيام الثورة كان هنالك جميع أهالي البلدة يمتلكون القرار في لبلدة حيان، ولكن الآن تحكمت فيها عائلة واحدة وهي عائلة البج، فعليا يقومون بسرقة جميع ممتلكات المدنيين في بلدة حيان، يقومون بإرتال بعض الطوائف الموجودة، وأيضا هي بالمناسبة موالية لقوات النظام. فعليا هذه سياسة التفرقة وغيرها هي سياسة للأسف. يعني محمد، حتى ما سمعتوا بأي محاولات للعودة من قبل أهالي المنطقة ذاتها، في رفض يعني من قبل الأهالي بالعودة؟ فعليا هذه المناطق تعد من الحاضنة الشعبية الكبيرة للثورة في مناطق الشمال السوري، وتحديدا صحيح. بلدة حيان، حريتان، عنتان، ديانوت، كان حتى الآن هذه المنطقة فقط الشبيحة والموالون سابقا لقوات النظام عادوا إلى هذه القرية. أما الذين خرجوا أو هجروا مؤخرا من هذه البلدات لا يستطيعون العودة إليها، أولا بسبب فطش قوات النظام، ثانيا والآن يعني تحت عائلة واحدة في مصير هذه البلدة، وعدم رغبة الأهالي العودة تحت مظلة هذا النظام. نعم، والآن بعد أعمال الترميم هم يتخوفون من أن عودتهم أصبحت بعيدة ربما. صحيح. شكرا لك محمد نور الناشط الإعلامي، كنت معنا. شكرا لك. وإلى موضوعنا الآخر، حيث اعتقلت هيئة تحرير الشام مدير معهد القبالة في إدلب الصيدلاني مصطفى الجازي بسبب فعالية فنية للمعهد. وقال مسؤول المناصرة والتواصل في الجمعية الطبية السورية الأمريكية الدكتور فادي الحكيم إن الجازي تم استدعائه من قبل هيئة تسمى مركز الفلاح على خلفية معرض رسوم أقامه بتاريخ 11 من شهر آب الجاري. تم فيه عرض رسومات تهدف لإيصال رسائل عن الوضع الإنساني في إدلب. وينضم إلينا الدكتور مازن كوارة مدير مكتب سامز في تركيا وشمال سوريا. مساء الخير دكتور مازن، ما هي مستجدات القضية؟ مساء الخير. مع الأسف الشديد لا يزال الدكتور مصطفى الجازي مدير معهد القبالة في مدينة إدلب محتجزا لدى ما يسمى فرع الأمني مركز الفلاح، نعم، المرتبط بهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب للسبب الذي ذكرتموه تماما. لا يوجد تطورات، لا يوجد أي معلومات جديدة. هل هناك تواصل معه؟ لا، نعم هناك تواصل معه، هو موجود في سجن الكهرباء في مدينة إدلب قيد الاحتجاز الاحتياطي. طب ما هي التهمة أو الذريعة التي تتحجج بها اليوم الهيئة؟ الهيئة تدعي أن المعهد نشر أو يعني خلال المعرض الفني الذي أقيم في المعهد تم هناك نشر لصور مخالفة للقواعد التي يراها مركز الفلاح مناسبة، وأيضا عندما سألوه عن بعض الرموز وبعض الصور وشرحت لهم اعتقدنا أن الموضوع انتهى، ولكن
والمعهد قام بوضع بوست على الفيسبوك يوضح معنى الصورة الإشكالية، ولكن مع الأسف تبين أن هذا البوست على الفيسبوك هو كان سبب الاعتقال الثاني الذي تم للدكتور مصطفى بسبب نشر الجازي. هذه الصورة أو اللوحة اللي ذكرتها حضركم. ولكن نعم، هناك مشكلة كبرى في فهم المصطلحات والرموز العلمية الحقيقة، ليست رموز لا دينية ولا سياسية ولا فنية. طب لماذا لم يتم توضيح هذا الأمر؟ للجنس، رمز علمي للجنس المؤنث هو عبارة عن دائرة وتحتها إشارة الزائد، ولكن لم يفهموها وتم اتهام المعهد بأنه ينشر ما لا يجوز. للأسف يعني هي ليست الحادثة الأولى من نوعها، قبل سنة تقريبا تم اعتقال أحد الدكاترة بجامعة حلب الحرة قبل عزلها ونقلها إلى منطقة مثل مارع. هل يعني باعتقادك هل الموضوع هو ممنهج بخصوص أي أحد يعمل في القطاع التعليمي؟ لا أعتقد هناك رغبة، ودعيني أتحدث باسم المنظمة التي أمثلها هنا سامس، هناك رغبة بالضغط على هذه المنظمة كمنظمة عاملة في القطاع الطبي الذي إلى حد الآن يحاول أن يحافظ على استقلاليته، والمنظمة عبرت في غير مرة عن رغبتها بالاستمرار بالتنسيق والعمل مع مديرية صحة إدلب التي تمثل الجهة الحوكمية الإدارية والفنية والتقنية التي نتعامل معها في مدينة إدلب، ولكن هناك ضغط من قبل حكومة الإنقاذ ومن يتبع لها على مديرية الصحة والقطاع الطبي بشكل عام، ونحن في سامز نعتقد أن هذا استهداف مباشر للمنظمة التي ترفض أن يتم التدخل في عملها وفي منشآتها وفي خدماتها. ما هي الإجراءات اليوم دكتور مازن، ما هي الإجراءات اليوم التي سيتم اتخاذها من قبل يعني منظمات مدنية ومنظمات إنسانية أو مؤسسات إنسانية للإفراج عنه؟ عملنا عمل مدني طبي تخصصي، لا نملك أكثر من أن نعترض، نقوم بالوقفات الاحتجاجية. البارحة قامت طالبات المعهد معهد القبالي بوقف احتجاجي احتجاجا ومطالبة بإطلاق سراح الدكتور مصطفى. المنظمات السورية العاملة تحت غطاء تحالف المنظمات الإنسانية السورية أو تحالف المنظمات السورية غير الحكومية الـ SNA نشر التي سامز هي عضو فيه، نشر بيانا استنكر فيه هذا التصرف وطالب بالإفراج عن الدكتور مصطفى، ونخطط أيضا ل يعني وقفات احتجاجية تصعيدية. وصلت فكرتك دكتور مازن، على نطاق أوسع في المناطق المحررة. نتمنى المؤازرة لكم من المؤسسات والمنظمات المعنية على أمل الإفراج القريب عن الدكتور مصطفى الجازي. شكرا لك دكتور مازن كوارة مدير مكتب سامز في تركيا وشمال سوريا. شكرا لك. وإلى موضوعنا الآخر، أصدرت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا قرارا منعت بموجبه التجار من استيراد مادة البيض حتى إشعار آخر. صحيح يارا، وأرجع المسؤول الإعلامي في المعبر مازن علوش السبب إلى حماية المنتج الوطني، لافتا إلى أن مناطق شمال غرب سوريا تضم مداجن كثيرة والمزارعون يستثمرون فيها، كما أنها تراقب من قبل الجهات المعنية وفقا لما نقل عنه موقع عنب بلدي. وأشار علوش إلى أن المزارعين تعهدوا بطرح مادة البيض في الأسواق السورية بأسعار منافسة وأرخص من أسعار البيض المستورد، ويبلغ سعر صحن البيض الواحد في إدلب حاليا 4500 ليرة سورية، ما يعادل 15 ليرة تركية. يعمل الشاب عبد الرحمن الشيخان مع ثلاثة من رفاقه في محل خاص بهم لتصليح الأدوات الكهربائية والإلكترونية على الرغم من كونهم مكفوفين، إذ يسعى معهم إلى تغيير النظرة النمطية إليهم من قبل المجتمع وإثبات قدرة ذوي الإعاقة على العمل في مهن غير مقترنة بهم. نتابع. قد لا يخيل إليك في الوهلة الأولى أن هناك شيئا غريبا ولافتا،
لكنك إن أمعنت النظر في عيون الشاب عبد الرحمن شيخان ستعرف أن من يعمل على صيانة هذه الأدوات الكهربائية والإلكترونية كفيف من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يعمل عبد الرحمن وثلاثة من رفاقه في محل خاص بهم في الرقة. اللي اضطر للقيام بهذا العمل هو قلة المادة وصعوبة المعيشة، يعني خلتني اني خلص انا اليوم اشتغل احيانا على الكاوية، اتعرض للحرق، اشتغل بالكهرباء، اتعرض للصعقات كهربائية، لكن ليش عندي شيء يعني لازم بالنهاية لازم اروح للبيت جايب قوت يومي؟ يعني الإعاقة ما تخلي واحد خلص انه يجلس بالمنزل، يقعد بالمنزل خلص انه ما يطلع ولا يفوت ولا ابدا، بالعكس كل انسان عنده شغلته اللي يقدر يشتغلها، وهاي كل انسان عنده مكانه او كل انسان عنده الشيء اللي لازم يمشي عليه. يعني قبل أعوام اجتمع الشبان الأربعة في جمعية رعاية المكفوفين وقرروا تطوير خبراتهم والعمل في مهنة غير مقترنة بأقرانهم، رافعين شعار التحدي وتغيير النظرة النمطية لهم في المجتمع. تعلم عبد الرحمن تصليح الأدوات الكهربائية وجذب رفاقه وأقنعهم بالانضمام إليه. تصليح أدوات إلكترونية، غسالات، ما تعرف بالحوضين، أفران، مكيفات الصحراوي ما يعرف، وغيرها، مراوح أرضية، مراوح سقفية وما أشبه ذلك. الأدوات نستخدم الآفو، نستخدم فاحص الكهرباء المتطور اللي هو فاحص كهرباء يعتمد على يصدر صوت بمجرد ما تضع على الكابل. نعم، هذا في شيء من التوافقية معنا كمصابين. تشير إحصاءات مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة في الرقة إلى وجود 8500 من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدينة، لم تقدم لهم السلطات المحلية والمنظمات سوى قليل من الدعم المفترض لتكون المشاريع الخاصة السبيل الوحيد للعيش وإثبات الذات. يعني الإرادة القوية يارا دائما تكون معدية. صحيح، أكيد ما في شيء بوقف بوجهه. صحيح. نحن رح نروح هلا لفاصل، وبعد الفاصل رح نكون بموضوع يا هم اللاجئين في ألمانيا، ابقوا معنا.